بعثة واللي حصل يوم الأربعاء تحديدا لما كانوا في المطار والأحداث الغريبة، عمرك سمعت عن حاجة زي كده؟ لا مش عمري سمعت، انا عشت حاجه زي كده. الأحداث دي انا وابراهيم منيسي وعبد المنعم لوسطة تحديدا، يعني بتكلم عن المجموعه اللي ممكن تبقى في الاعلام الاحمر يعني، وزملاء يعني 16 اخرين يعني. منهم زملاء مصريين كانوا جايين مفادين للتغطيه من الامارات في 2008، ما بين اول اوتيل رحناه يعني لا الاول على الطيران حصل حاجه على الطيران كده، طبعا بننزل اكرا ثم يقول لك اصله في 250 كيلو متر بين يعني اكرا وكوماسي، وهذا رقم فعلي صحيح. منزلنا ساعتها بالليل ما عرفناش نروح فين ولا نيجي منين، طيران داخل. وعلى فكره هذا حق اصيل لهذه البلدان في قارتنا السمراء انها تاخد البطوله، لان الدول المانحه بتدلهم من اول مستشفيات مش بس ملاعب، عشان ما حدش يهترئ على قاره بكر الكبار فيها لازم يراعوا ده. ودي كباره النادي الاهلي، والا كان خرج للصياح مسؤولوه، وايه اللي بتعملوه ده واحنا فين هنا؟ لكن في كان حل ده مختلف كلام كبار طبعا. صحيح. لانه ده اللي عشناه قبل كده، بقول لحضرتك في 2008 رحنا كده لقينا حد بيتنا قدام البيت عنده الصبح برضه قال لنا عايز فلوس بس مش مشكله. انا بقى تزعمت حركه ان اشوف باص وشوفوا لنا موقف يا ناس، وانا رحت افريقيا قبلها 30 مره قلت اكيد اعرف اتصرف. وبيقولوا ايه الاجواء هنا مش سيئه قوي واحنا كتير، قال لك تروح فين يا عم اصبر. صحينا الصبح ركبنا باص، ال 250 كيلو متر دول اتمشوا في 9 ساعات وشويه. يا ساتر، هذا يومي يعني مش اليوم اللي كنا فيه. الطريق ده زي طريق المريوطيه لو حد فاكر المريوطيه قبل التطويرات والتجديدات على صغره يعني، وممهد لكنه مليء بالبلاد نقط كده ارتكاز كلهم بيبيعوا ويشتروا من بعض. والله والله كنا بننزل من الاتوبيس نشتري حاجات ونطلع، واللي يجيب مش عارف اناناس واللي يلاقي مانجا واللي يلاقي كذا، ما بين حد عامل اوتيل لسه جديد الاسانسير كدنا ان نموت يعني، انا وابراهيم وعبد المنعم وزميلنا ايمن بدره ومين تاني وصبري علي كان معانا جاي من الامارات، رحنا ناقلين اوتيل تاني لان المنتخب مثلا في مصر الجديده واحنا في الرسم. طب ما كانش بيحصل زي دلوقتي ان بيسافر مدير الكره بيظبط الدنيا اللوجيستكس؟ ماذا بعد؟ انا رحت لقيت الكابتن سمير اما سبت لهم الفندق ده بقى وايه، ورحت على فندق المنتخب الله يرحمه كابتن سمير زاهر، مسافرين بقى معاهم الطباخ، قال انا مش عارف اكل. طبعا في القاره السمراء دي لازم ان نوجه الشكر لاهالينا اللبنانيين دايما محبين لمصر بصوره غير عاديه، والا بقى لما يبقى الاهلي كمان يا ده يا دقي بمعناه الايجابي يعني. قعدت اقول له بص يا عم لو لقينا حد لبناني هتفرج، لقيت شاب كده يعني 13 سنه 14 سنه شكله شامي، انت مين؟ بيتكلم فرنسي. قلت له انت لبناني؟ ها؟ قال لي ابويا احمد. احمد كابتن الله يرحمه، عربيتك بره؟ قلت له والدك عنده، طلع عنده موتيل صغير كده. رحنا ورحت جايب بقى كل الزملاء وخدنا الكابتن سمير والكابتن احمد شاكر الله يرحم الجميع وكل اللي موجودين، وبعدها الكابتن حسن مع اول مباراه والفريق بقى يروح يستمتع هناك. هذه هي القاره بمعناها ده. على فكره فكره الوطويت دي فكره حقيقيه جدا، لانه فعلا بيقطع الطيران صوب كوماسي تحديدا. كوماسي دي يعني مدينه الاشانتي كوتوكو ومدينه القبيله نفسها، القبيله منتشره في كل افريقيا لكن هي مقرها او العيله الكبيره بتاعتها في غانا كوماسي، حتى ملك الاشانتي هناك. عشان كده ما كانش غريب، سيبك من راجل بتاع مدياما المستثمر ده انه يقول ايه لو عملوا الماتش سبت وحد ناس هتيجي، لا دي مدينه كوتوكو اساسا. وعشان كده الجمهور ما كانش بهذا الزخم، عشان كده النادي الاهلي محبينه ومحبين كوتوكو اللي بيحبوا النادي الاهلي واللي بيحبوا مصر وكانوا بيشجعونا في البطوله كانوا في استقبال النادي الاهلي وطلبوا التيشيرتات وتوقعات زي ما حضراتكم غطيتوا يعني. وبالتالي لما تروح صوب مساله الوطويت دي او الخفافيش احنا اول مره نكتشفها سامعين. انا والزميل حسام دياب المصور العظيم ده نازلين من عربيه احمد ده لما جولي بقى الموتيل، فبخبط الباب كده لسه عصريه في 5 6 شجرات يعني، طلع منهم يجي 10,000 وطوال. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، مش ممكن، يا ساتر مش يا رب. ممكن يعني. على فكره بعضهم في بعض الاماكن الضيقه يعني عارف زي الحمام مثلا بيربوه كده. انا حاصل معاه موقف لا يمكن حد ينساه،
انا تعبت فجالي زي انيميا، بقالنا بقى 3 ايام في الترحال ده ومش عارفين نعمل ايه لغايه لما رسينا عند اخونا ده بدانا نعرف معنى الطعام. بس قبل ما اسكن يعني تعبت، جالي كابتن سمير عدلي ووداني المستشفى، محاليل ومش محاليل وحاجات كده. الله، ده الموضوع كبر. اه والله. ورجعت بعد 3 4 ساعات تعرفت انا ساعتها على واحد اسمه ميسا من العاملين، الراجل مشكور قال له خليك مع الكابتن ده عشان في ناس هيقولوا وانا مش عارف، عنده مشاوير يعني. الراجل ده تاني يوم جاب لي طاجن، عارف لما حد جاب لك حمام بالفريك ورز معمر؟ طبعا غالبا وطواطين دي حاجه دي حاجه دسمه جدا وتعوض. طب ما حسيتش بالطعم؟ لا ما اكلتش، انا لقيت الجنيهه غريبه كده وانا مش فاهم لغه السواحيلي، بس هو بيقول لي انا عرفت ان انت تعبان يعني ومحتاج تتغذى وتتقوى. لا اصل ده دسم جدا، الكورونا تيجي بدري قوي يعني. ده دسم جدا فانا هنقل من الضعف للكبد والحاجات دي. شكرا ميسا، شكرا شكرا. في بس هنا مربى ايه جام وبتاع، هاتها بس ربنا يخليك ليا. فهي المساله هناك كده بالفعل. معرفش ايه يعني مدى ارتباط المدينه بالوطويت، لكن ده قالوا لنا انه حصل من 30 سنه يعني في 2008، قالوا انه حصل من 30 سنه انه المحركات بتاع الطيارات. ما كنت لسه عايز اقول لحضرتك حاجه بتخترقها طبعا، ممكن توقع طياره عشان كده بيقفلوا المطار الساعه 9، بيغلق المطار علشان ولا حد يطلب النجاه ولا يطلب حتى هبوط اضطراري ولا يحزنون. تصدقي بقى ده التفسير اللي كنت بقول لك، انا عمري في حياتي ما سمعت عن موضوع المطار يقفل الساعه 9. ده كده بقى في مبرر منطقي اهو. ده مش مبرر، ده مش 9، ده مع اخر ضوء للشمس. ده 9 دي مع الغروب، لابد لك انه يمكن يكون الغروب متاخر، يمكن 9 ده بيتقفل المطار نفسه بقى. لكن يعني المطار يغلق تماما امام كل الران وايز دي، تغلق تماما مع الغروب. بس